اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن شفتوا السيجمنت الاولاني او الفقره الاولانيه قد ايه الباليه المائي تعب في النادي الاهلي، شفنا قد ايه الجهد المبذول، شفنا قد ايه هم فرحانين واحنا قبلهم بالانجاز الكبير، استكمالا اللي اتكلمنا عنه في الفقره الاولى. بنرحب بفرح الانصاري احد نجمات الفريق. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك ومبروك. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. بنرحب بملك اياد احد نجمات الفريق، وبرده بنقول لها اهلا بيكي ومبروك. ميرسي، شكرا. يمكن انجاز كبير، انتوا تعبتوا جامد قوي عشان تحققوه، لدرجه ان حتى مدربينكم فوجئوا بهذا الانجاز. تحب تقول ايه؟ صراحه انا فخوره قوي، يعني انا اول مره انزل بطوله عمومي واول مره اعوم في السبريد دي، والتيم الصراحه كان حلو قوي، وكمان عزيزه مدربه شاطره قوي، والمجلس الاداره فضل واقف ظهرنا طول الوقت. كانت البطوله جميله قوي، وانا فخوره ان جبنا كاس. قولي لي، يعني كان اول مشاركه ليكم في العمومي؟ لا مش كده بس، ده انتوا عندكم اعمار سنيه مختلفه، معاكم اصغر منكم بكتير واكبر منكم، يعني الدنيا مش كلها عمر واحد. كنتوا حاسين لما دخلتوا البطوله انتوا كنتوا هتعملوا كده؟ لا، يعني انا برافو عليك، انا احب الصراحه، كنت مش حاسه قوي الصراحه، يعني كنت هنعمل كويس، كنت فاكره هنعمل عادي، يعني اللي هو احنا اتمرنا كويس قوي هننزل نعمل كويس، بس احنا اتفاجئنا، يعني عملنا كويس قوي 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 يعني. طب ايه اللي يميزكم انت؟ خليكي تجردي كده من نظرتك للفريق وقولي انا اللي يميزنا كذا. انا شايفه ان التيم نفسه يعني احنا كعناصر موجوده ميزتنا، ما كانش في مثلا اي فريق تاني عنده نفس الثمان بنات بنفس الباور والسترينث عند اي نادي تاني. مثلا السبريت بتاعتنا اتحسنت قوي، ما كانش في اي سبريت تانيه زينا، كنا نازلين مش خايفين، اتمرنا كويس قوي قبل البطوله. برافو. مثلا قعدنا نتمرن كويس، وعزيزه كمان كان عندها سيستم بلان تمرين كويس قوي، فانا حاسه ان ده كانت الحاجات السبيشال اللي فرقت ما علي يعني ما بيننا وما بين الانديه الثانيه. برافو، اجابه جميله جدا.